ضوء إجباري، والنهارده هوريكم 6 طرق عشان تخلوا ريحة البرفيوم أقوى ومور لاستنج. ويلا نبدأ. تعرفوا إن ريحة البرفيوم مش بتدوم على البشرة الجافة؟ عشان كده هستعمل لوشن أو مرطب خفيف على البشرة، واستعملت لوشن عشان البشرة ما تبقاش دهنية خالص ولا تبقى جافة خالص. وبعدين هستعمل البرفيوم. وكمان البرفيوم له مكان يترش فيه، هي نقطة البولس بوينت أو نقطة نبض القلب. وفي ناس برضو بتحط البرفيوم في المكان الصح، بس المشكلة ان هي بتفركه وده بيغير من ريحة البرفيوم. البرفيوم برضو بيتحط على الشعر، بس مش هتحطيه بطريقة مباشرة، هترشي على الفرشة وبعدين هتسرحي شعرك بيها. كمان ما ينفعش تحطي برفيوم كتير على بشرتك، لان البرفيوم الكتير مش بيزود من الريحة ولا بيخليها more lasting. لو حاسة ان البرفيوم بتاعك خفيف او ريحته مش بتدوم، خديه معاكي، بس مش هتحتاجي العلبة كلها. هتاخدي الكيو تيبس او الكاتون بودز وترشي عليهم البرفيوم بتاعك، وهتحطيهم في كيس بلاستيك عشان ريحته تدوم.